قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نعرف راسي ولا اسم ديالي في الكاس، اقطن بمدينة عين عودة، ابلغ من العمر 25 سنة، حاصل على إجازة في مادة الفيزياء كلية العلوم بالرباط جامعة محمد الآن. هذه غير مجرد محاولات الكتابة الشعرية، والتيمة اللي كنكتب عليها هي ما بين الحزن والحب. والقصيدة اللي غنلقي عليكم دابا بعنوان سؤال الحب هي قصيدة مقتصة من الواقع وما بين أحداث اللي أنا عشتها شخصيا، لأنني كتجيني الكتابة اللي كتستوحي الأصل ديالها من الواقع كتكون كتابة اللي هي نوعا ما صادقة، كتخرج من القلب وكتوصل للقلب. سؤال الحب. شاهدت فيها اختلافا وفي اختلافها عني أعجب، سألتني نفسي وسألتها أما هذا الجنون الذي فيه عبد، بحثت في نفسي عنها وعني، وبحثت في نفسها عني وعنها، فلم أجد في روحها صداي. حين حسبت في لحظة أن نكون سبابة ووسطى، وما ظننت أن مقياس المسافة سيكون بالسنوات، ظننتها طيف ظل الغائب عني فذهبت. لا بأس، فحتى ظلي في الظلام يخون، فبين ما لا ندريه وما يخفيه الزمان عنا، هناك دائما حقيقة عنا تتور. فما هي خطة البحث أيها القدر؟ فثقتي بك أكبر من الصدفة وكل الحضور. فأنا أتمنى، وما بين التمني والحقيقة هناك أحداث وحدود، فمن سيعنون أيامي القادمة ويختار العنوان؟ لا أحد غيرك يا قدري الذي لا يهاب إنسان. يا الله، أنت ولا أحد غيرك من سيحزنني ويبكين، وأنت ولا أحد غيرك من سيحطم قلبي ويسقين، أنت ولا أحد غيرك من سيسعدني ويعطين. فما بالك أيتها النفس الشقية تستهوين الشقاء، تبحثين كثيرا ولا تحبين الفناء، فلا حب يأتي ولا آخر يذهب، ففي القلب كل خاضع لمبدأ النسيان، فلماذا ينبض قلبي عندما يفكر فيها؟ أعثر عليها في عالم النسيان، ولماذا عقلي لا يفكر فيها؟ القلب والعقل منفصلان، فإلى من سأنصت بحق السماء؟ هل إلى قلبي أم عقلي؟ أم أردخ لحكم الزمان؟ هل أتبع الصوت الذي يناديني من بعيد؟ أم أنسحب منهزما في أولى معاركي وأصير من العبيد؟ هل أمنطق الحب وأجعل له منطقا؟ أم أتبعه في معارك الجنون مثل العاشقين؟ هل أسير مسيرة القطيع أم أناشد الاختلاف؟ فتبا لهذا الوعي الذي وضعني في الهامش أشاهد الأحداث، تبا لهذا الوعي الذي منعني من أن أغير مجرى الذكريات، تبا لكل تلك الكتب التي حاصرتني حتى ضعت بين الصفحات، وتبا لمن عشقها قلبي حتى استوطنت جميع الأبيات، تبا لوجود حسبته وجودي وفيه ما كان لي مكان. يا أيها الباحثون عن الحب حاذروا الوقوع فيه، فليس هناك أجمل من البحث فيه. يا أيها العاشقون حاذروا أن تموتوا من العشق، فمن حب النساء ما قتل. يأتي الزمن الخائن ويذهب، ولا زلت أسأل ما السبب، هل أخطأت الاختيار أم أنها تدابير القدر؟ هل كان صدقي صوابا في عالم الخطأ، أم أن نيتي ماتت مع سيد البشر؟
هل فكرت كثيرا في معادلة سهلة حتى أخطأت الجواب؟ أم أني تبنيت فكرة تعلو بثلاثة أفكار؟ يا أيتها الحياة أجيبيني ولا تدعيني أسير التساؤل. يا أيتها الحياة ألهميني ودعيني أخوض معركتي بتفاؤل. مديني بالمعطيات ودعيني في بحثي أتأمل، فكأني سأهيم بأسري المتسائل. ففي البحث تموت كل الإجابات ويعيش التساؤل. يا أيتها الحياة علميني الحب، فمعرفة الكثير جعلتني أرسب. كوني لي ضياء فما اقتنيت أناي إلا من الصدق. يا أيتها الحياة أخبريها أني ما اخترت أن أفكر فيها، لكنها اختارتني أن أكون أسيرة. يا أيتها الحياة لا تسأليني من أنا، فأنا باحث ملاذه العشق، ما اختار أن يكون بين يديها. يا أيتها الحياة أنا ما تعبت الانتظار وما تعبت التساؤل، لكن أسئلتي لا زالت بلا إجابة. يا أيتها الحياة سامحيني، فأنا ما اخترت الكتابة، فقد حان الوقت لأطوي صفحة من كتاب أسميها سؤال حب بلا إجابة.